আমাদের সবাই জানি আনা
ولا يحب الطعام ترك نبدا بنا وش كان
حسن معاملة مع العمال. نعم، ذكرنا أن يعني الإحسان إلى الصغير وإلى الكبير وإلى الجار وإلى الصديق وكذا. شغل بدي بارا تنبرا سبا بارا بدي بسي إذا شغل بارا خمسة شغل وطمع تنبرا خلين بالشغل فرد الشغل سبا الشغل شغل بدي بارا الشغل بارا تنبرا. نعم غير هذا. نعم لأيين الكلام نعم. قال الله سبحانه وتعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن. وكل عبادي يقول التي هي أحسن. يعني أحسن ما لديك من كلام تخاطب به غيره. نبي كما أنزل بقولهم أنهم قبل كده قدر الخبرة أنا شديد بحرم الرحمة وحسن الخلق، لأن العبد يدرك بحسن الخلق درجة الصالح القائم. حسن الخلق قلت لكم قلت لكم أنني كان الصائم القائم والتاسيا تقريبا صادر إلى الكفير وارتدى الشيطان. نعم غير هذا. نعم أقرأ صوتك. إكرام الطيب. شنو هذا شنو هذا؟ نعم غيره. عن الاجتناب عن الغصب. عن الاجتناب عن الغصب. عن الاجتناب عن الغصب. يعني الله يسر ظلم الناس. ظلم الناس في الأموال أو في الأعراض مثلا. نعم كذلك البعد عن الشرك. والإقبال إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. والبعد عن البدع. والمعاصي. الله لأننا عندنا مراتب أربعة. صغائر. صغار. وكبائر. وشرك أصغر. شرك أصغر. وشرك أكبر. شرك أكبر. الصغائر معنا من الصغائر والكبائر. أننا في المسائل العظام، المسائل التي كان الصحابة رضي الله عليهم يجتمع بها ويتشاور بها أمور، منها ما يكون في هذه الأيام من القرون إلى الجهاد في بعض البلدان التي يعني نسمع من ينادي بالجهاد فيها. نعم. ليش مصر مش هاي بحرم الشرط وكما تركان بحرم الشرط يقول بحرم أنا أعمل بإتباعي يقول مش هاي بحرم الشرط هاي الشيء هذا بتمنى بحرم الشرط بحرم الشرط هاي. الآن لو جاءتنا فتوى من كبار العلماء ليش وراء الله بحرم الشرط يجي بحرم الشرط هاي في العقيدة هل نقبلها أو لا؟ عقيدة كتبت لي وراء الله نعم نقبلها. ما قالت فتوى في الجهاد، هل نقبل فتوى في العقيدة ولا نقبل فتوى في الجهاد؟ من باب أولى أن نقبل فتوى في الجهاد. جهاد بدي أكيد الكتير، وأنا مشاكل وأنا بدي وأنا
পারি যাদের কাছে পত্র আসলো সেনাবাহ প্রধান মহান তাদের থেকে বলবেন তালিকা করুন আশা করতেছে অর্থাৎ
المشاعر المهمة الرجوع إلى كتاب العلماء.